مدينة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، الداخل إليها ما إن يعبر أحد أبوابها حتى تأخذه في رحلة عبر الزمن إلى عهود غابرة. المنازل المترصفة والأزقة الضيقة ودور العبادة من مساجد وزوايا وكنائس مسيحية ومعابد يهودية، كلها ترسم لوحة فسيفسائية تعكس ثقافة الجوار وحوار الحضارات والأديان في أرقى صوره. المعالم التاريخية بالمدينة القديمة طرابلس اليوم تشكو يدا عابثة أخذت في تشويه ملامحها وطمس هويتها في ظل غياب الرقيب وعدم تفعيل القوانين الرادعة. يعني هذا كله موثق وعندنا فيه حتى محاضر وحيل للجهات الاختصاص. تقام نيابة خاصة بالمباني التاريخية تتعلق بهالمخالفات هدية والتشويه اللي حصل في المدينة القديمة. والله هو طبعا حتى اللي اتخذ فيها قرار لم تكن قرارات يعني بإزالة المخالفات أو التشويه، بل هي مخالفات مادية، يعني هي غرامات وكذا تدفع للمنتفع ويطلعوا كأنه ما في شيء. طرابلس العتيقة شكواها لم تقتصر على العبث بمبانيها فقط، وإنما طالت أيضا حركة النزوح والإحلال التي أدت إلى تحول ديموغرافي قد يهدد الهوية الخاصة بها. طبعا هو هذا دي مشكلة، يعني هو التغير الديموغرافي هو نتج من سببين. السبب الأول هو قانون رقم 4. السبب الثاني أن الناس لما بعد ظهور النفط وغيرها انتعشت الحياة الاقتصادية للليبيين وأصبحت أحوالهم الاقتصادية أحسن، فالناس لما انتعشوا انتقلوا لمناطق أخرى مجاورة أو بعيدة، بدو يجوا بعض الناس اللي عندهم ظروف اجتماعية صعبة، مطلقات ولا لا أرامل ولا متجوزين بغير ليبيين وغيرها، بدو يسكنوا نتيجة للظروف الاجتماعية الصعبة. أيضا بدو يجوا مثلا الأفارقة العمال، لأن للأسف الشديد أصبحت المدينة القديمة أرخص مكان للسكنة. جوهرة حفظها التاريخ ومعالم بقيت صامدة في وجه الزمن لتحفظ هوية وطن تتقاذفه الأحقاد وتحكي للأجيال القادمة موروثا ثقافيا أصيلا.